وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، الأحد القادم يشهد بداية انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني. برأيك حتى الآن إلى أي مدى ساهم هذا الحوار في بلورة أفكار بناءة تساهم في إيجاد حلول لتحديات عدة يواجهها المواطنين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني لا شك أن الحوار الوطني كمبادرة وكفكرة وكمشروع وطني أنعش أشياء كثيرة جدا، في مقدمتها أنه خلق مساحات مشتركة ما بين القوى السياسية وبعضها وما بين التيارات الوطنية وبعضها، هذه واحدة. الثانية أنه تزامن مع الحوار الوطني لتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتابعنا ما تمخض عن وما نتج عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي. نحن نتحدث عن الإفراجات التي يعني وصلت إلى حد ما يزيد عن 1500 مفرج عنهم. أيضا فيما يتعلق باستجابات السيد الرئيس لمخرجات ونتائج ومقترحات الحوار الوطني، سواء في يعني ما الإشراف القضائي، استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات المحلية والانتخابات النيابية والرئاسية وغيرها في 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 قادم الأيام، وأيضا يعني فيما يتعلق باللحمة والدعم هنا. وأنا أتوقف أمام وتحديدا أمام تأكيد السيد الرئيس دائما على دعم الحوار ودعم المبادرة، وتابعنا كلمة السيد الرئيس في افتتاح الحوار الوطني وكيف يعني وشاهدنا كيف أكد ثقته الكاملة في التيارات الوطنية وقدرتهم على يعني بناء هذه الأمة. وبالتالي هنا يعني نتحدث عن الحوار بما فيه تفاصيل، طبعا هذا بالإضافة إلى يعني عشرات ومئات التوصيات والنتائج والمخرجات التي اندرجت تحت المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، ويتم رفعها تباعا الى السيد الرئيس. ويعني لمسنا بعضها في استجابات تتعلق ب يعني تكليف للسيد الرئيس للحكومه بتنفيذها وغيره. ولكن هنا يعني ترسيخ ومفهوم وثقافه الحوار هو امر لم يكن موجودا من قبل. صحيح أستاذ جمال، والاستجابة مهمة. يعني الحوار الوطني كما رأينا يطرح حلول نتيجة أفكار من جميع الاتجاهات السياسية داخل المجتمع، واستماع الدولة لهذه الأفكار والطروحات. إلى أي مدى في رأيك هذا الأمر هام للحياة السياسية في مصر؟ يعني قبل يعني قبل الحوار الحقيقة المشهد السياسي شيء، وبعد الحوار المشهد السياسي شيء آخر. يعني لا أحد يستطيع إنكار الحالة يعني الإيجابية الجيدة الصحية التي خلقتها مبادرة الحوار الوطني في الشارع السياسي، خاصة أن نحن نتحدث ليس عن حوارات سرية ولكن حوارات على الهواء مباشرة. يعني نتحدث عن جلسات عامة كانت تذاع على الهواء مباشرة والجميع كان يشارك فيها، الجميع من أقصى اليمين لأقصى اليسار لأراء مختلفة متباينة. يعني هذه الأراء وهذه الوجهات النظر كانت تذاع على الهواء وبدون سقف وبدون خطوط حمراء، لكنها تتصف جميعها بالمسؤولية. وبالتالي هنا يعني هذا الإنجاز يعني أحدث تحول وسيحدث تحول كبير جدا في الشارع السياسي المصري خلال الفترات الماضية، لأنه احنا يعني في مصر لدينا ما يزيد عن 84 حزب، منهم 60 حزب غير ممثل في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، وبالتالي هذا يعكس حالة الجمود الحزب في الشارع. الآن أصبح الوضع المختلف، الحوار الوطني ضخ مزيد من الأكسجين في جسد هذه الأحزاب والقوى السياسية، ويعني بات الحوار دفعة كبيرة لمن يريد أن يشارك في الحياة النيابية سواء في مجلس النواب أو في المحليات أو في مجلس الشيوخ. عفوا. وبالتالي هنا الوضع يعني أصبح صحي جدا، هناك يعني حراك كبير في الشارع السياسي علينا أن نستثمره ونبني عليه إلى المستقبل، لأنه يعني أصبحنا أمام مساحات مشتركة، أصبحنا أمام فرصة قوية للمشاركة في صناعة
قرار وهو هدف رئيسي من المبادرة مشاركة مد الدولة تمد أيديها للجميع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بكل تفاصيلها. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير جريدة الأهرام العربي.